وللحديث عن مستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، معنا من لندن الصحفي والإعلامي الأستاذ زياد المنجد. السلام عليكم. وعليكم السلام والسلام. حياكم الله. نيويورك تايمز تقول أن بريطانيا صارت أضحوكة للعالم، لماذا يصر حزب المحافظين على الإبقاء على إمساك السلطة في البلاد؟ لا شك أن حزب المحافظين الذي أتى بنتيجة انتخابات عامة في البلاد يصر على التمسك بالسلطة باعتباره يمثل إرادة الشعب البريطاني، ولكن يعني الظروف التي مر بها حزب المحافظين منذ ديفيد كاميرون عندما قرر إجراء استفتاء من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا شك أن هذا الأمر وتصويت الشعب للخروج من الاتحاد الأوروبي أدى إلى نكسات في مسيرة هذا الحزب، وبالتالي دخل في عدة يعني أزمات. هذه الأزمات أدت إلى استقالة ديفيد كاميرون، ومن ثم أتت تيريزا ماي، ومن بعد تيريزا ماي أتى بوريس جونسون، والآن ليز ترايس. هذه الأزمات كلها لم تثني حزب المحافظين من التمسك بالسلطة من أجل أنه يعني لأنه يقول أنه يمثل إرادة الشعب البريطاني، ولكن الشعب البريطاني خلال هذه الأعوام يعيش حالة من الضياع ومن الفوضى الاقتصادية التي تهم كافة الشرائح المجتمع البريطاني، ولذلك فتمسكهم لا داعي له حسب الكثير من المحللين. طيب، هنا أيضا بعض التحليلات تقترح إمكانية إعادة ترشيح بوريس جونسون لرئاسة الحزب والحكومة أيضا، هل يمكن أن يخاطر حزب العمال بإعادة ترشيحه بعد تأييد وزير الدفاع له وأكثر من 30 نائبا برلمانيا سيدعمون ترشيح بوريس جونسون؟ لا شك أن بوريس جونسون الذي استقال من الحكومة قبل 3 أشهر تقريبا يعني، وبعد استقالة ليز تراس يحاول أن يملأ هذا الفراغ، ولكن ترشيح 30 نائب من الحزب له لا يمكن أن يؤدي إلى تسلمه السلطة. هنالك قوانين داخل الحزب منصوص عليها وتقودها لجنة 1922، وجراهام برادي رئيس هذه اللجنة قال أن المتسابقين لرئاسة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء يجب أن يحوزوا على 100 صوت من البرلمان، وبالتالي يعني حصول بوريس جونسون على 30 صوتا لا يؤدي إلى وصوله إلى رئاسة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء، ولكن يعني ضمن الحال التي يعيشها الحزب قد نرى أمورا غير عادية قد تؤدي ببوريس جونسون إلى رئاسة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء مرة أخرى. طيب، بالتوازي مع هذا، ما هي فرص نيل وزيرة الدفاع البريطانية السابقة رئيسة مجلس العموم الحالي بيني موردونت بقيادة حزب المحافظين وبالتالي لرئاسة وزراء البلاد، وهي التي يعني كانت قد خسرت أمام ريتشي سوناك وكذلك ليز تراس؟ يعني لا شك أنه بعد استقالة بوريس جونسون جرت انتخابات لرئاسة حزب المحافظين، وكان من بين المرشحين بيني موردونت وريتشي سوناك وليز تراس، وخسرت بيني موردنت امام ريشي سوناك، وبالتالي فهنالك الكثير من النواب في حزب المحافظين يدعمون ترشيحها، ولكن لا اعتقد ان المناصب التي حصلت عليها وهي منصب وزير الدفاع ولمده اقل من 3 أشهر في حكومه تيريزا ماي يعني تؤهلها لأن تكون رئيسة للحزب ومن ثم رئيسة للوزراء. الحالة الآن التي تعيشها بريطانيا هي حالة اقتصادية، وما يهم الشعب البريطاني هو الاقتصاد والفوضى وزيادة التضخم. إذا لم يكن هنالك مرشح من الحزب
يملأ هذا الفراغ ويعالج هذه الأزمات، فلا أعتقد أنه سيوفق في هذا الأمر. طيب في هذا السياق أيضا، هل تعتقد أن يكتب النجاح للحكومة القادمة، وهل هناك أرضية أصلا لإنهاء حالة الضياع التي يعيشها الحزب، وكذلك كما ذكرت وفصلت عن الوضع الاقتصادي المنهار أو المتردي؟ يعني المسألة الأساسية في قضية حزب المحافظين أنه أمام خيارين. هو رئيس الحزب هو الذي سيكون رئيسا للوزراء، فأمام الحزب حالتين: الحفاظ على وحدته ومعالجة القضية الاقتصادية التي تشغل بال المواطنين البريطانيين. فأمامه يعني مسارين يجب أن يحافظ عليهم، وهذان يعني المساران صعبان جدا، ولا أعتقد أن يعني كل المرشحين قادرون على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والحفاظ على وحدة الحزب. هنالك من يرشح جيرمي هاند وزير المالية الحالي لكي يشغل هذا المنصب باعتباره اقتصادي، ويمكن أن يعالج الأزمة الاقتصادية ويحافظ على وحدة الحزب. ولكن يعني الخطة التي عرضها مؤخرا، وهي خطة تقشف، لا تروق للكثير من يعني القطاعات المؤثرة في المجتمع البريطاني، وبالتالي يعني الأمور ضبابية جدا، ولا نعلم إلى أين ستسير الأمور في هذا الأمر. بين هذه الأجواء الضبابية، لماذا يرفض حزب المحافظين إجراء انتخابات عامة مبكرة؟ وهل تعتقد أن يستوجب نواب بحزب المحافظين لطلب أو يستجيب لطلب حزب العمال لمقترح سحب الثقة من الحكومة؟ يعني هنالك الكثير من النواب المحافظين يحاولون يعني الحفاظ على يعني ثقة ناخبيهم، ويحاولون إصلاح الوضع الاقتصادي، وبالتالي تخلي وقوفهم مع حزب العمال ومنادات حزب العمال بإجراء انتخابات يعني هو يعني يؤدي إلى الخروج من الأزمة. الشارع البريطاني الآن كله يعني مستاء من أداء الحكومة، وكير ستارمر رئيس حزب العمال يعني عرض أن وطالب بإجراء انتخابات مقبلة وقبل أوانها، إضافة إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا كذلك يطالب، ولكن ما زال حزب المحافظين يرفض هذا الأمر. وأعتقد أنه إذا فشل في الوصول إلى يعني معالجة هذا الوضع، سيضطر مرغما على إجراء انتخابات مسبقة وخسارته، وكل الدلائل تشير إلى أن شعبية حزب المحافظين انهارت إلى أدنى مستوى لها منذ أن كسب الانتخابات قبل سنوات، وأصبح حاكما أو رئيسا للحكومة البريطانية. من لندن الصحفي والإعلامي الأستاذ زياد المجدد، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا.